السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. نبقى دائما في محددات الاسم، وسنتطرق خلال هذا الدرس لأدوات التجزئة وأدوات الإدغام. الهدف الأول من هذا الدرس هو تعريف وتمييز أدوات التجزئة، والهدف الثاني هو تعريف وتمييز أدوات الإدغام. أدوات التجزئة من محددات الاسم الخاصة، تستعمل للتعبير عن جزء من الكل، حيث أن الكمية تكون غير محددة. يجب الانتباه عند التمييز بين أداة التجزئة وأداة الإدغام. إذا أخذنا مثلا هذه الجملة: Je mets toujours du sirop dans mon eau. أضع دائما قليل من الدواء في الماء. هنا الكمية غير محددة من الدواء. والأداة دو يمكن استبدالها بعبارة peu de التي تعني قليل من، ونستنتج من هذا أن الأداة دو هي أداة تجزئة. أما في المثال الثاني: Je reviens du centre-ville. آتي من وسط المدينة. لا يمكن استبدال الأداة دو بعبارة peu de، لأن هنا نتكلم عن مكان معين وهو وسط المدينة وليس عن كمية. وأصل العبارة هو Je reviens de le، وبإدغام الأداتين de و le نحصل على الأداة du، لأن كلمة centre هي اسم مذكر مفرد masculin singulier، والأداة du هنا هي أداة إدغام. وأدوات التجزئة يمكن استعمالها مع الأسماء المفردة، حيث نستعمل الأداة دو مع الاسم المذكر الذي يبتدئ بحرف صامت كونسون، مثل جي أشوتي دو بان، اشتريت خبزا. هنا الأداة دو يمكن تعويضها بعبارة بو دو. نقول جي أشوتي أن بو دو بان، يعني اشتريت بعضا من الخبز. وكلمة بان هنا الخبز فهي اسم مفرد مذكر masculin singulier. ثم نجد الأداة دولا، وهي تسبق الاسم المؤنث الذي يبتدئ بحرف صامت، كما في المثال التالي: J'ai acheté de la farine. اشتريت طحينا. هنا كلمة فارين الطحين اسم مؤنث مفرد فيمينا سانجولي. أما الأداة الثالثة دو الأبوستروف، تستعمل قبل الاسم الذي يبتدئ بحرف صوتي سواء كان مذكرا أو مؤنثا، مثل البوا دولو، تشرب الماء. هنا كلمة أو الماء تبتدئ بحرف صوتي وهو أ، لذلك وجب علينا استعمال الأداة دو الأبوستروف. وفي المثال الأخير نجد الأداة دي أبوستروف، وهي تستعمل قبل الاسم الذي يبتدئ بالحرف الصامت أش، مثل أن جور ديفير، يوم من فصل الشتاء. هنا كلمة إيفير وهو فصل الشتاء يبتدئ بالحرف الصامت أش. أما عن أدوات التجزئة التي تستعمل مع أسماء في الجمع، نجد الأداتان دي والدي أبوستروف سواء كان الاسم مذكرا أو مؤنثا، مثل إبخان دي فاكونس، يأخذ عطلا. هنا الاسم فاكونس جمع مؤنث، نستعمل معه الأداة دي. وفي المثال الثاني مون ليفر ديستوار، كتاب القصص الذي أملكه، نستعمل الأداة دي أبوستروف لأن كلمة استوار قصص تبتدئ بحرف أش الصامت. وعند النفي على فورم نيجاتيف الأداة دي أصبحت عند النفي دو. أما بالنسبة للأدوات المدغمة لزارتيكل كونتراكتي، فهي تنتج عن تواجد لحرف عطف
أو préposition à avec accent أو de قرب أدوات التعريف le, la, les et l'apostrophe. من هذا المزيج تتشكل أداة جديدة تسمى أداة مدغمة article contracté. فإذا التقى حرف عطف مع أداة التعريف le نحصل على او مثل je vais au stade انا ذاهب الى الملعب. هنا لا نقول je vais à le stade وانما نقول je vais au stade. وهنا كلمه ستاد ملعب فهو اسم مذكر مفرد لذا وجب علينا استعمال اداه المعرفه le. الادغام الثاني يتم بين اداه العطف de وأداة المعرفة le فيعطي أداة الإدغام du مثل je ne me souviens pas du nom de cet homme لا أتذكر اسم هذا الرجل. هنا الأداة du أصلها de le. أما إدغام أداة العطف a avec accent وأداة التعريف le فينتج عنه أداة الإدغام o a u x مثل Je fais une tarte aux fraises. أعد كعكة بالفراولة. هنا كلمة فريز فراولة هي في الجمع. أما النوع الرابع من أدوات الإدغام هو دي ينتج عن التقاء أداة العطف دو وأداة المعرفة لي مثل Le printemps est la saison des fleurs. الربيع فصل الورود. يجب الانتباه إلى نوع حرف العطف الذي يتحد مع أداة التعريف هل هو A avec accent أم دو. كما يجب الانتباه إلى أن الأداتين دو و دي يمكن أن يكونوا أدوات إدغام أو أدوات تجزئة وللتمييز بين الحالتين يمكن تعويض الأداة دو بعبارة un peu de والأداة دي بأداة النكرة une في المفرد. إذا لم تفقد الجملة معناها الحقيقي نقول أن الأداتين أداة التجزئة. أما إذا فقدت الجملة معناها فنتأكد حينئذ أننا نستعمل أداة الإدغام. مثال Je mange du pain أكل خبزا. هنا الأداة دي يمكن تعويضها ب عبارة un peu de نقول je mange un peu de pain أكل شيئا من الخبز وهنا الجملة حافظت على معناها إذا نقول أن الأداة دو هي أداة تجزئة. أما في المثال الثاني je reviens des courses عدت من التسوق. إذا رجعنا كلمة كورس وهي في الجمع إلى صيغتها في المفرد نقول Je reviens une course. فهنا الجملة فقدت معناها الحقيقي. الأداة دي هنا هي إدغام أداة العطف دو وأداة المعرفة لي. نقول Je reviens des courses عوض Je reviens de les courses. ونقول إذن أن الأداة دي هي أداة إدغام وليست أداة تجزئة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وإلى درس آخر إن شاء الله.